انضم إلينا من الجزائر الكاتب والمحلل السياسي كمال زيت. سيد كمال، الرئيس عبد القادر بن صالح استبق المظاهرات، مظاهرات اليوم، بالإعلان عن أسماء الشخصيات الستة الوطنية التي ستقود الحوار الذي دعا إليه في بداية شهر يوليو، ولكن لا تزال غالبية الحركة الاحتجاجية ترفض الحوار. هل بإعلان هذه الشخصيات الست هل تتوقع هدوءا في الشارع؟ في الحقيقة الأمر ما حدث اليوم مثل ما كان يقول مراسلكم من الجزائر كان متوقعا، أي هذا الرفض للحوار، رفض اللجنة بأعضائها بتشكيلتها، كان متوقعا لأن ذلك يعود لعدة أسباب. أولا حالة العدمية التي أصبحت تسود الحراك، انعدام الثقة أو غياب الثقة، وهو مبرر نسبيا أو بشكل كبير بالنظر لممارسات النظام السابقة التي جعلت الجزائريين أو قطاع كبير من الجزائريين لا يثق في أي شيء يأتي من السلطة. وبالتالي مهمة هذه اللجنة ومهمة كريم يونس بالدرجة الأولى الذي تحدثت إليه منذ قليل وجدته مدركا لصعوبة المهمة، لكن الجزائر كما قال في خطر والوضع لا يمكن أن يستمر. طيب على المطلوب من هذه اللجنة الانسداد القائمة في البلاد سيد كمال. نعم. المطلوب من هذه اللجنة، المطلوب من كريم يونس، من كيف سيجلب ثقة الحراك الشعبي في هذه اللجنة؟ ما هي التحديات التي ستواجه هذه اللجنة للدخول أو للخروج عفوا من هذه الأزمة؟ نعم، في الحقيقة أعتقد أن التحدي الأول بالنسبة لكريم يونس واللجنة بشكل عام هو إقناع الأحزاب والشخصيات السياسية الوازنة، منظمات المجتمع المدني، بالانخراط في هذا المسعى. إلى حد الآن لا نجد أن هناك رفض من طرف الطبقة السياسية في عمومها لهذه اللجنة، عدا بعض المواقف هنا وهناك، لكن معظم الأحزاب تتريث وتريد أن تعرف أكثر قبل أن تدلي بدلوها وقبل أن تصدر موقفا بخصوص اللجنة وبخصوص عملها وبخصوص خارطة الطريق. وبالتالي أعتقد أو أتوقع أن تكون هناك اتصالات وربما لقاءات بشكل غير رسمي بين اللجنة، لما أقول بشكل غير رسمي أي بشكل غير علني، بين أعضاء اللجنة وبين ممثلين عن الأحزاب، ربما لإقناعها بالانخراط في المسعى. ثم إذا انخرطت الكثير من الأحزاب والمنظمات والجمعيات كل الشخصيات الوازنة، بعد ذلك ربما قد تبدأ مهمة إقناع الحراك، وكل هذا لن يتم إلا بإجراءات ملموسة من طرف السلطة، إجراءات تهدئة، إجراءات تؤكد صدق نيتها في الذهاب إلى حوار حقيقي يفضي إلى توفير جو ومناخ لتنظيم انتخابات رئاسية تعددية ونزيهة وحرة، تؤكد أو تعطي الكلمة للشعب الجزائري لأول مرة منذ استقلال البلاد. الكاتب والمحلل السياسي كمال زايد، شكرا جزيلا، كنت معنا من الجزائر.